اجتمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وفي بداية الاجتماع أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الرياضة البحرينية تسير على طريق التطور والنماء بفضل الرعاية الفائقة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن الرياضة البحرينية حققت إنجازات باهرة في السنوات الماضية بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الرياضي الأول، الذي أرسى دعائم التطور للرياضة البحرينية وجعلها تسير بخطى ثابتة نحو الإنجازات الرائدة على كافة المستويات، بالإضافة إلى حرص جلالته على تحقيق التطور الإداري المنشود للرياضة البحرينية، الأمر الذي تمثل في مرسوم جلالته السامي بإطلاق الهيئة العامة للرياضة. وتابع سموه: نبارك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الثقة الملكية السامية بتعيين سموه رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وإننا على ثقة تماما في القدرات الكبيرة التي يمتلكها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي سيسخرها للارتقاء بعمل الهيئة العامة للرياضة وتحقيق مفردات التطور للرياضة البحرينية، وذلك عبر جملة من المبادرات والخطط والتشريعات التي تواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد: ستكون الهيئة العامة للرياضة الرقيب الوحيد والمنظم للقطاع الرياضي، وحلقة التواصل الوحيد أيضا للهيئات العاملة في القطاع الرياضي، وهي اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية والأندية الوطنية. وستعمل تلك الهيئات على تنفيذ الاستراتيجيات التي تطرحها الهيئة العامة للرياضة والرامية إلى تحقيق جملة من الأهداف والمبادرات التي ترتقي بالجانب الرياضي في البحرين وتحقق له إنجازات نوعية جديدة. وأثنى سموه على الدور والجهود التي يبذلها القائمون على القطاع الرياضي والعمل على ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي وتجسيد مبادئ الذهب من خلال التنافسية والعدالة والانفتاح. ومن جانبه قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: نشيد بالاهتمام الكبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالقطاع الرياضي، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع لإنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، ونحن في الهيئة العامة للرياضة ماضون في العمل من أجل تنفيذ توجيهات سموه الرامية إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تنظيم القطاع الرياضي والرقابة بما يساهم في تحقيق مبادئ العمل المؤسسي، ويضمن لجميع منتسبي القطاع الرياضي الفرصة العادلة للوصول إلى تحقيق الإنجازات باسم البحرين ورفع رايتها عاليا في مختلف المحافل. وتابع سموه: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للرياضة البحرينية، ونتطلع من خلالها البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات وتوحيد جهود الهيئات الرياضية العاملة في القطاع الرياضي، والعمل على تنظيمها بصورة عصرية تواكب التطورات الحاصلة في القطاع الرياضي العالمي. وفي ضوء ما أوكله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قدم معاليه خطة لتطوير اللجنة الأولمبية البحرينية من الناحية الإدارية والفنية والتمويلية وسبل تجسيد مبادئ الذهب وتشجيع تحقيق الإنجازات وخطة تمويل المنتخبات الوطنية بما يضمن لتلك المنتخبات تحقيق الإنجازات في البطولات المقبلة. وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على العرض الذي قدمه معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والذي تضمن العديد من النقاط الهامة التي ستساهم في تطوير اللجنة الأولمبية البحرينية من الناحية الإدارية والفنية والمالية، مشيدا سموه بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والتي سخرها من أجل تقديم هذا العرض المتميز الذي تضمن الخطة التطويرية للجنة الأولمبية.
وفي نهاية الاجتماع جدد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تقديره التام للمسؤولين على القطاع الرياضي في المملكة وحرصهم الموصول على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تطوير منظومة وكيانات الرياضة البحرينية، متمنيا سموه له التوفيق والنجاح.